ولتعليق على هذا الحدث الرياضي الكبير ينضم إلينا مباشرة من مراكش اللاعب الدولي السابق الطاهر الخليج وأحد أفضل لاعبي وسط الميدان في المنتخب الوطني. مرحبا بك سيد طاهر الخليج. مرحبا الأخت لطيفة. فهذا تنقولوا عيد رياضي، فمبروك على المنتخب الوطني. إذا لحظات تشد الأنفاس سي الخليج، لحظات تشد الأنفاس عشناها جميعا أمس، كيف تابعتم هذا الحدث الرياضي؟ وتابعنا كيف جميع الشعب المغربي، فاحنا كان الجسد ديالنا هنا في مراكش، ولكن القلب ديالنا كان مع المنتخب الوطني اللي في الحقيقه كيستاهلوا هذا التأهل اللي هو تأهل تاريخي، اللي غادي انجاز تاريخي. فمن بعد هذا الشهر الحمد لله، بعد ساتيليت محمد السادس وكذلك الانجاز الذي تاع الفريق الوداد البيضاوي بالفوز ديالو بكأس العصبه الافريقي، فالان كنشوفوا المنتخب المغربي كيتاهل للاقصائيه النهائيات كاس العالم اللي غادي تجري في روسيا. نعم. فهذا زعما دخل الفرحه، وكما شفتوا فالشعب المغربي خرج وكانت الليله بيضاء، فالكون فرحان من طنجه للقويره. فهذا انجاز تاريخي اللي كان هني فريق الوطني واللاعبين واللجنه التقنيه وكذلك الطبيه والمكتب الجامعي على هذا الانجاز، والشعب المغربي والجمهور اللي ساند الفريق الوطني المنتخب الوطني. نعم، هذا نعم. الانجاز اعاد كره القدم المغربيه الى الواجهه الافريقيه وايضا الى الواجهه العالميه، ما هي الانتظارات الان؟ وهذه بطبيعة الحال فغادي يعطي واحد الدفعة قوية للرياضة وخاصة كرة القدم، بأنه كما تنشوفوا كاين شبان، كاين ترسانة من الشبان اللي عندهم قدرات وكيتسناو في هذه الفرصة باش يمكنوا حتى هو جميع اللاعبين لا في البطولة المغربية ولا كذلك هنا باش يحترفوا. وكما شفتوا فالإنجاز كما قلنا تاريخي، فاحنا غادي نتسناو ان شاء الله باش المنتخب الوطني واللجنه التقنيه باش يكونوا على استعداد في نهائي كاس روسيا اللي كنتمنى. فمن بعد المسار ديالي الحمد لله اللي لعبت في 94 98، فاي لاعب كيتمنى باش يلعب نهائيات كاس العالم، فكما تنقولوا هذيك هي الفينيش تاع اي لاعب. فهنيئا لنا جميع والشعب المغربي وكذلك صاحب الجلاله اللي هنا المنتخب الوطني، واخا كاين متواجد في دبي، فكنشوفوا ديما التتبع ديالو للرياضه والرياضيين، فهنيئا علينا جميع بهذا التاهل. شكرا لك سيد طاهر الخليج اللاعب الدولي السابق على هذه المشاركه، وكنت معنا مباشره من مراكش. انتصار أسود الأطلس على فيلة ساحل العاج بهدفين دون رد وضمان بطاقة العبور إلى كأس العالم روسيا 2018 كان له وقع كبير في نفوس وقلوب ملايين المغاربة الذين خرجوا